لا مجتمع دولي يسمع أنين ضحايا الإرهاب الحوثي في الحديدة، فمشاهد الموت صارت خبزا حاف بيد مسنة تتضور جوعا وتئن من وجع النزوح بعد أن اكتزت ميليشيا الإرهاب الحوثي ما بين الجلد والعظم. وبعدين ولا تأليم ولا مدرسة ولا حاجة، يطلقوا فوق حان النار حمراء الميليشيات الحوثية. مساء غادر الطفل محمد منزله يبحث عن رغيف الخبز لعائلته في مدينة حيس المنكوبة، كمنت له رصاص الإرهاب الحوثي في الطريق قنصا، فعاد الرغيف منقوعا بالدم ومعفرا بالتراب، وصار الطفل محمد مدرجا بالدم. خرج ما بين العشاء والمغرب يجيب مقاضي عشان الأخوان، ففجأة عدم طلقة من الجهة الشمالية من المدارس حق الحوثي، فجأة تقيت على الأرض. إيش ذنب هذا الطفل؟ قرابة 500 طفل ما بين قتيل وجريح خلال 10 أشهر من العام الجاري، تقول تقارير طبية بالحديدة. تجار لقم المخلفات الحوثي في مزارع مطار، وحالة الطفل إلى حد الآن يحتاج إلى نقل إلى أطباء بلا حدود. أطفال في ريف تهامة أجبرتهم ميليشيا الإرهاب الحوثي على النزوح، ها هم يشيعون ضمائر المجتمع الدولي بأطراف مبتورة، يغسلون ما علق في الضمائر من غبار الصمت وقبح الخذلان. تتدلى الأشياء الفقيرة داخل ما يسمى عبثا بيوتا ومنازل، طفولة منتهكة ومروعة تدلت حياتهم على مشجب المأساة الممتدة بين نار الحرب ولهيب المسغبة، فلا منظمات تعرف طريقها إلى أمعاء الجوع، ولا جهات حكومية تبعث لهم ما يسد الرمق، وآباءهم صارت حياتهم ملغومة بالموت والبطالة. أهل القروبة نزحوا كلهم بسبب القضايف التي بيعمل الحوثي. نريد من الأمم المتحدة أن تنكي هذا الحصار الجائر اللي بحنا، لا أبو حنا لا نهد بنحنا ولا نهد أهلنا ولا آباء أحنا ولا نهدي. فمن يكفكف دموع أمهاتهم وقد ضجت بالشكوى فترتد إليها قصفا ونزوحا وموت، إذ تركهم الجميع نهبا لجرائم ميليشيا الحوثي الإيرانية. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة.